احنا الان موجودين في العبدلي على الحد، هذا الحد العراقي صح؟ اي هذا حد العراق. طيب بعض الناس يسالونك يقول لك احنا الان نجي العبدلي، العبدلي هي وشمال الكويت. فلما تروح المزارع هل انت مسافر؟ عندنا بعرفنا في الكويت ما يسمى مسافر، انا طالع رايح المزرعه، لكن لمت اهلي وين فيصل؟ فيصل في المزرعه، رايح عند البل، رايح عند غنمه، رايح عند كذا، على حسب. فبعض الناس مثل ما قلت للشيخ انهم يقصرون يجمعون عندكم صح؟ صح. وهل هذا اسمه مسافر؟ ما يسمى مسافر على القول الصحيح. لا، رايح البيت والبيت. ابد، رايح مزرعتك، رايح مكانك. لكن في بعض الدول مثل الامارات والسعوديه الله مبارك قاره، يعني مكان بعيد يطلع من اماره اماره، نعم يسمى مسافر. اما انت في الكويت رايح العبدلي ورايح الوفره ما يحق لك القصر والجمع على القول الصحيح. ليس هناك نيه سفر. بعض يقول 80 كيلو او 70 كيلو بنيه السفر، بنية السفر. وإذا ضربت في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصر المسار، ضربت أي سافرت. العلماء يقولون من باب العرف، هل أنت اسمك مسافر؟ الآن متى طلعت من الدمام أو الخبر إلى البحرين كم كيلو؟ ها؟ كم؟ فوق 25. فوق 25 كيلو، معنا أقل من 70. يقصر ويجمع. أنا بن وصيب بطع الخفجي أقصر وأجمع مع أنها أقل من 10 كيلو 20 كيلو. نية السفر، إذا نويت السفر وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. شوف الآن شبك، هذا الحد الآن، حد العراق. إحنا الآن في حدود، بس أنا طالع من بيتي إلى المكان هذا ليس بنية سفر، رايح المزرعة، رايح عند زيارة، فما يحق لي القصر والجمع على القول الصحيح. أنا أدري أن بعض الشباب يقولون عندنا الناس تقصر وتجمع وما أدري إيش، واحد يتتبع الرخص. فالإنسان يبتعد عن الشبهات، يتم الصلاة. أما إذا سافرت بنية السفر ما عليك حرج إنك تقصر من الصلاة. عرف البلد عندكم الآن مثال في السعودية، تطلع من الدمام إلى الحسا الإحساء تقصر تجمع، يقول عندنا بنية السفر. قد يكون طالع من الحفر رايح إلى القصيم بنية السفر. ليس بعض الناس يظن أنه يقصر يجمع إذا فارق الحدود. يا رجل السعودية قارة، الله مبارك، الإمارات قارة، دول كبيرة. هذه أطلع من خورفكان أو طالع من تشلبة إلى مثال دبي يقصر ويجوز لها الجمع، ساير من رأس الخيمة إلى دبي أو أبوظبي، عرفها الإمارات أنه يسمى مسافر. فهو عرفا اسمك مسافر ولا لا؟ واضح المسألة. أما على أبو 8 كيلو ولا 70 كيلو أقصر وأجمع، لا، هذه بنية السفر. حبيت أقول مسألة هذا لين تونا صلينا المغرب في الخيمة هناك، وصار خلاف بين بعض الشباب، قالوا نقصر نجمع كذا، جانا نطوع وجانا كذا. ما يهم، نريد مسألة علمية. عسى الله يحفظكم ويبارك فيكم ويردكم سالمين غانمين.